السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الو السلام عليكم. السلام عليكم، كي دايره؟ عامل ايه؟ روبير الله يبارك فيك يا بنتي سعاد. لاباس؟ الحمد لله. والحمد لله، كنطلب الله يشد ليا غير الخط. يا مرحبا بنتي. بغيت تدعي ليا مع واحد الوالده ماتت ليها وما صبرناش عليها. الله الله الله. وما صبرناش عليها وتبعها الخوم، مازال ما كملتش 40 يوم. الله اكبر. وحنا باقي ندابين لحد العام ونص، باقي ما صبرناش عليها. لا اله الا الله، لا اله الا الله. وواحد افكار ميكروبين، واحد النداء بنصيف نديرو للمستمعين اذا كانوا كيسمعوني، الله يجازيهم بخير. اييه. اذا كانوا شي خدمه، واحد الخو عندنا عاطل من الخدمه، هو اللي عندنا بناء وخيع عسا ولا فيلا ولا شي حاجه، النمره عندك يتصلوا بي. الله يحفظك عمي ميكروبين. واخا بنتي باذن الله. واخا هو اللي عندنا، وداك الخو اللي كان خدام علينا توفى، انا هي اللي كنطلب المستمعين الله يحفظهم. يا ربي يا كريم، الله يحفظهم. اللي النمره عندك؟ واخا بنتي انا خديت النمره ها هي، ففي الاخر 01. واخا بنتي سعاد، انتم في اقليم تملالت؟ يا عمي كريم تملالت. وتما كاين شي مشاريع تنمويه؟ كاين تما شي فرص للشغل؟ ما كاين والو. لا اله الا الله. فواحد البلاصه دايره بعيده خاليه غير موطانيه. لا اله الا الله. هذا الشيء هو عمك ربي الله يحفظك الله يكرمك. بنتي سعاد الاخ ديال شحال العمر ديالو؟ عدو قول فوق من 40. الله يسهل يا بنتي. واخا بنتي انا خديت النمره ديالك ان شاء الله، ونتواصل معك فيما بعد باذن الله. نطلب ربي يفتح شي باب من ابواب ديال الخير. امين يا رب. وبيتك دايما يا عمي كريبان، عندنا صداع في الدار بزاف. لا اله الا الله. الله يفرج عليكم يا بنتي. بزاف في الدار. الله يفرج عليكم يا بنتي يا رب. وبيت النمر الله يحفظك، بيت النمرة تاعتك. واخا بنتي انا غنبعثك للستوندار يعطوها لك، ونتواصل معك باذن الله. انا خديت النمرة ديالك ان شاء الله، غير نلقى فرصة للعمل لاخيك ان شاء الله نتواصل معك باذن الله. كاين الناس اللي كيكونوا باغيين حراس في البيوت، او حراس في بعض المعامل، او يد العاملة موجود الحمد لله الخير. وهذه فرصة، فرصة يعني الانكباب الاساسي ديال الحكومة ديالنا وديال المسؤولين ديالنا في البرلمان، خصوصا خاص المحور الرئيسي اللي نكب عليه الاشتغال ديالهم هو ايجاد فرص الشغل. فرص الشغل نكثروا منها، وكان عقلك والبرمجه ديال الدماغ ديالك كتقلب كل منطقه في هذا البلد الامين خاصها تكون ورشه، ورشه للعمل. منها غنساهموا في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه للوطن، ومنها غنخدموا اليد العامله والشباب العاطل. راه الشباب كيعاني معاناة شديدة. شباب سمعت بعض منهم بغي يهاجر. يا ما كنسمعوا شباب غادي يهاجر في قوارب الموت، بغي يمشي لاوروبا بطريقة غير مشروعة غير قانونية، مهم يوصل. لكن ما احزنني لما اسمع الشباب كيقول لك انا غنسافر لاسرائيل، انا غنهاجر لاسرائيل. علاش؟ تما كاين حقوق الانسان، وتما كاين فرصة للعمل. وصلنا الى هذا المدى، عيب وعار، وحنا في بلد الخير وبلد الايمان وبلد الوطنيه وبلد الدين، ويكونوا الشباب ديالنا كيفكروا هكذا. وخيرنا موجود في بلادنا، خاص الشباب يكون متشبت بوطنيته وبارضه وبترابه. ولكن بالمقابل لا نحتاج فقط الى الشعارات الجوفاء والفارغه، لابد ان نترجم هذه الشعارات الى برامج واقعيه في ميدان العمل. الشباب يلقى فرصه للعمل، يتخرج ياخذ الاجازه او الماستر يلقى فرصه للعمل، واللي خد البكالوريا يلقى فرصه للعمل، واللي كتب لي الله ما قراش حتى هو يلقى فرصه للعمل. كل واحد وله مقامه، والحمد لله الخير موجود، وارض الله واسعه، والعقول متواجده. خاصنا اراده سياسيه قويه تخلق لنا واحد النوع من النضال الحقيقي. هنا كيكون النضال، ماشي النضال في الحريه الفرديه والعلاقات الرضائية بين الذكر والأنثى، والقانون كيجرمهم، هذه أمور بعيدة علينا، ليس من اهتمامات المجتمع المغربي. المجتمع المغربي لا سمع هذا الكلام كيشعر بالخزي والعار.
لان عندنا خواتاتنا وعندنا عائلتنا وعندنا بناتنا كنبغيو بالستر تزوج على سنه الله ورسوله. ما تكلمنا على العلاقات الرضائيه وتكلم على الخلوه الشرعيه وان القانون النيابه العامه ما عنده حق يتكلم في هذا الشيء. هذا للاسف كنلقاو بعض المسؤولين في البرلمان وفي المجتمع المدني عوض ان ينكبوا على الاهتمامات الحقيقيه للمجتمع، محاربه الفقر، محاربة البطالة، محاربة أزمة السكن وأزمة التطبيب والصحة والتعليم. هذا هو التركيز اللي خصنا نقوموا به كاملين. وفوق هذا أننا نتعاون على نشر القيم، وأي قيم من عندنا؟ احنا مغاربة، قيمنا هي قيم إسلامية وهذه متوارثة أبا عن جد، والحمد لله عندنا في بلدنا مؤسسة إمارة المؤمنين وهي ممتدة في جذور التاريخ، مكلفة بحماية الدين وحماية اليقين، ونحمد الله تعالى ونشكره عليه على هذه النعم. فعلينا أن نستمر، الخير موجود عندنا، خاصنا غير واحد التركيبة لنتقدم إلى الأمام. بنتي للا سعاد، الله يرحم الوالدين ويوسع لهم الرحمات، وأسأل الله تعالى أن يفتح لك باب التيسير وباب الفرج. أو أخذت الرقم ديالك، وإن شاء الله تعالى الحق عز وجل يفتح باب من أبواب الخير. الخير موجود، وربنا عز وجل كيفرحنا حينما نقرأ القرآن الكريم كنسمعوا كيقول لنا وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. اللي بغيتيها موجود، عمر ما كاين الأزمة. اللي عندنا الوفرة، الخير موجود في كل مكان، لكن هناك النفوس الضيقة والعقول السقيمة كيبان لها دائما أزمة، وأن هناك جرس ديال الخطر يدق هنا وهناك. ما كاينش هذا كلام، هذا كلام في النفوس. اللي كاين هو الخير موجود والبركة موجودة، خصوصا لما يتشبث العبد بربه وبحبله المتين يرى عجبا. أسأل الله تعالى لك يا للا سعاد أن يحفظك ويرحم والديك ويرحم أخاك ويسعد الأخ ذلك قلب على العمل، ويجعل في بيتكم سعادة وطمأنينة وسكينة. اللهم آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.